عند الساعة 7 من الصباح هذا اليوم يعني بدأت عملية الاختراق الآن في محافظة بابل، وأنا الآن أقف بالقرب من إحدى مراكز الاختراق في المحافظة. شاهدنا انسيابية عالية في التعامل مع الناخبين، وأيضا محافظة الانتخابات أكدت من عدم وجود أي خلل فني أو تقني أثناء عملية الاختراق الآن، وهي يعني لديها الحلول في حال حدوث أي خلل كتقني أو خلل حتى في الكهرباء، فهي لديها طوارئ ولديها أجهزة أخرى. يعني طمنت المواطنين أيضا من عدم وجود أو عدم حصول ما حصل في التصويت الخاص في السابق، وهذا ما أقلق المواطنين خصوصا بموضوع النتائج والشكوك التي وردت لدى المواطنين. هي اليوم تطمئن بأن الأجهزة يعني تعمل بشكل جيد ولا وجود لأي خلل. بخصوص أيضا الجانب الأمني، فقيادة شرطة محافظة بابل وفرت الحماية الكاملة لمراكز الاقتراع، وهي الآن منتشرة وبتواجد طائرات شرطة محافظة بابل، ويعني جميع المراكز هي مؤمنة من قبل عناصر القوات الأمنية في المحافظة، وما زلنا نتابع لغاية الآن يعني آخر المستجدات. فكونوا معنا.